تم في المركز اليسوعي بعمان انتخاب الأخت سارة غنيم رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن بحضور النائب البطريركي للاتين المطران ويليام الشوملي والمرشد العام لاتحاد الرهبانيات في الأردن الأب رشيد مستريح وعدد من الرئيسات من مختلف المؤسسات الرهبانية. كما تم انتخاب الأخت سيسيل حجازين سكرتيرة جديدة للاتحاد والأخت ميسون ريحاني وكيلة جديدة للاتحاد. اليوم بالنسبة لي يوم كبير، يوم عظيم جدا، يوم اللي وضعت الرهبنة أو مجموعة اتحاد الرهبانيات وضعوا ثقتهم فيي، فبشكر ربنا على هاي الثقة وبطلب منه أن يعطيني النعمة أن أكون قد هاي الثقة وقد هاي المسؤولية. بشكر اتحاد الرهبانيات في الأردن، بشكر الأباء الأب ماركو الرئيس العام للاتحاد في القدس، بشكر الأخت برونا أيضا الرئيس العامة، بشكر القدس الأب رشيد مستريح اللي وضع ثقته ودعمنا على طول الخط في تطوير وتنمية الاتحاد في الأردن. حابة أشكر اليوم كل الرهبات اللي كانوا موجودين معنا في الاتحاد على ثقتهم الكبيرة اللي حطوها فيه. بطلب من ربنا أنه يعطيني النعمة الكافية حتى أكون قد هاي المسؤولية وقد هاي الثقة وأخدم بتواضع، أخدم بمحبة وأخدم بفرح. بشكر نورسات اللي قاموا بتغطية هذا البرنامج، ربي يباركهم ويوفقهم. تم الانتخاب بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي الجزيل الاحترام ومرشد الاتحاد الأب رشيد مستريح وبحضور المندوب عن قداسة البابا بالقدس أبونا ماركو وسر برونا وسر فيجيتا وسر بيا من القدس من خلال تقنية زوم. فتم الانتخاب بعد الصلوات وتقديم التقرير لمدة 3 سنوات، تم انتخاب رئيسة جديدة الأخت سارة غنيم، نبارك لها باسم كل اتحاد الرهبانيات بالأردن، والسكرتيرة الأخت سيسيل حجازين أيضا بنبارك لها، والوكيل المالية الأخت ميسون من رهبات الدوروتية بنبارك لها باسم كل الرهبانيات. ومن خلالكم بحب أشكر الأعضاء الرئاسة القديمين الأخت سيسيل والأخت سناء سماوي والأخت وجدان ما قصر ب3 سنين. بشكر رهبنتي الوردية اللي هي دائما الداعم الأول إلنا، كانت داعمي أول داعم إلي أنا كرهبة وردية كنت رئيسة سابقة، كانت هي تدعمني بكل شيء. بشكرها وبشكر كل الرهبات على هاي الثقة اللي منحونا إياها اليوم، وإنتوا كمان شكرا لكم والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن أخواتنا الرهبات نعمل لخدمة الكنيسة وأهم إشي للدعوات الرهبانية والكهنوتية. شكرا لكم والله يعطيكم ألف عافية. على صعيد آخر، قدم غبطة البطريرك بير باتيستيا باتسبا على بطريرك القدس للاتين التهنئة للأم صوفي حتر لانتخابها رئيسة عامة لرهبانية الوردية. كما استقبلت الأم حتر في دير الرئاسة بالقدس سيادة المطران حنا عطلة من الكنيسة الأرثوذكسية، حيث قدم سيادته التهنئة لها بهذه المناسبة وأهداها أيقونة السيدة العذراء الأورشليمية. واختتمت الزيارة بالصلاة ومنح البركة للرئيسة العامة والراهبات. كما استقبلت الأم صوفي حتر وفوداً من المهنئين من مختلف القطاعات الكنسية والمؤسسات الدينية والأكاديمية.